على القديم، ولكن هؤلاء ما شاء الله النخبة التي تم اختيارها لتكوين منتخب الكرتين. هذا المنتخب الذي تم تكوينه من القسم الابتدائي يمثل المدارس في الداخل وفي الخارج وفي العروض الرياضية المختلفة وفي المدارس المختلفة من الحاجة. عرض بسيط تم تصويره وإعداده من قبل النشاط المدرسي بالقسم الابتدائي مع قسم النشاط الأستاذ عبد الحكيم الطريقي، التعاون الدائم مع الجميع وهو ما يسند النجاح. أحسن، ممتاز، أحسن، انزل،
تبين مدى القدرة على ترابط عضلات الأرض وقوتها بالنسبة للقارئ. Мы жили.
Sí.
شكرا لسماعة التحكيم علوم باي باي بالصورة.